صباح الخير جميع الكرام، تحية طيبة للجميع وبداية عام جديد للجميع مليء بالخير والمسرات والصحة. في عدد هذا اليوم من برنامج ضيف صباح أسعد فيه باستضافة الخبير الاقتصادي الدكتور فريد بن يحيى. صباح الخير دكتور. صباح الخير. عام سعيد أيضا. عام سعيد لك وكل المستمعين الكرام. دكتور، قبل بناء أي اقتصاد لابد من توفير بيئة نظيفة خالية من كل ممارسات الفساد، على اعتبار أنه يقيد جهود الحكومات الساعية للتنمية والبناء. ما هي البيئة الكفيلة بخلق ممارسات نظيفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا لما نتكلم عن المؤسسات النظيفة، فالأمر الأول هو لابد أن تكون فيه شفافية، لأنه عدم وجود الشفافية يخلق بالطبع يعني استفادات ربما كثير من المؤسسات بمشاريع لا تستاهلها. إذن فالأمر الأول هو لابد ربما أن نضع هيئة مختصة في في البرمجيات، يعني في البروغراماسيون، وهذه البرمجيات هذو يكونوا فيهم العقود، يكونوا فيهم دفتر الشروط، يكونوا فيهم كل الأمور هذه، لأنه كثير من الشركات ربما ما تعملش دفتر شروط جيد، فبالطبع أو عقود بطريقة جيدة، وتستفيد منها كثير من الأطراف، وهذا هو الشيء شفناه في السنوات السابقة، سواء كانت شركة جزائرية من القواص أو حتى شركات أجنبية، يعني استاهلوا أخذوا كثير من المشاريع رغم أنه ما كانش نقولوا شفافية واضحة المعالم. يعني خطوات استباقية تضمن النجاح؟ بالطبع، لما يكون عندك دفتر شروط واضح، عندك دراسة واضحة، بالطبع لابد كذلك أنه نعطي العقود أو نمنح الصفقات العمومية يعني بشفافية. مثلا أعطيك مثال، في البلديات ربما نشوفوا مدوار، يعني منطقة معينة تشوفي فيها مثلا الشيء اللي استغلته البلدية ربما يسقام 800 دينار 80 مليون، لما تروحي الفاتورة تلقى أكثر من 1.5 مليار. إذا فهنا بالطبع نطرح عدة أسئلة، هل التقييم كان غير جيد؟ أم كانت فيه هناك ربما ممارسة ممنهجة من طرف بعض المسؤولين أو غيرها؟ إذا فالآن وش لازمنا نعمله؟ لو تكون فيه شفافية، بالطبع في كل احنا عندنا 1541 بلدية في الجزائر على 58 ولاية، لما تكون الصفقات العمومية هذه واضحة، يعني عندنا دفتر شروط واضح للمعالم، الناس تكون في المستوى، قلت لك عنه هيئة أنها تساعد هذه المؤسسات باش تتعلم تعمل يعني دفتر شروط جيد، يعني من ناحية التقنية، من ناحية الاقتصادية. هيئة تقنية أم استشارية؟ هي تكون استشارية بالطبع، تكون هيئة استشارية، والهيئة الاستشارية تكون عندها وزن من طرف خبراء، من طرف يعني ربما مكاتب يعني في المستوى، أنها تساعد هذه البلديات أو الولايات أو حتى ربما وزارات في العمل بالنسبة لدفتر الشروط. العقود نفس الشيء، لما يعمل عقود تكون عقود واضحة، لأنه لما نعمل كثير من الملحقات تكون باليزانكس فالسعر راح يرتفع، وكذلك لابد أن يكون فيه تخطيط، يعني تخطيط البداية من ألف إلى ياء، يعني ما نخليوش البرامج نتاعنا أو نخليو المشاريع نتاعنا في يعني في غامضة نوعا ما وفيها نوع من الضبابية. لما نحب نعطيه هذاك المشروع فبالطبع نكونوا فيه يعني محضرين قضائيين 2 أو 3 حسب العمل، ويعطيو يعني التنقيط لا بونديراسيون يعني بالنسبة، ويعطيو المشروع اللي يستاهلو في الحين، يعني سد كل مناحي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لابد تكون عندنا كذلك يعني عندنا مؤسسة أو ربما مديرية أو مانيش عارف يعني سكون لابيل كوستين، يعني السعر كما تكلمتك الآن، ربما سعر تاع مدرسة مثلا هي 6 ملايين سنتيم و 10 ملايين سنتيم، نلقاوها ربما أكثر، أو طريق أو أي حاجة عمل يعني في البلديات في المزرعة. إذا فالكوستين هذا يعني نعرفوا شحال تكون بالطبع فيه يعني نسبة معينة لي سكون لابيل طو داكتواليزاسيون تاع بالنسبة لتخفيض قيمة الدينار أو ربما غلاء السعر السلع في بعض الأمور المواد وغيرها أو ربما في الآلات. فبالطبع لما يكون هذا الأمر هذا نكون نعرفوا السعر تاعنا. نفس الشيء بالنسبة للمشاريع الكبرى، لما يكون مستشفى ونعمل ربما نجيبوا آلات من الخارج، أو ربما بالنسبة لشركات كبرى كسونطراك وغيرها سونغاز وغيرها، نعرف شحال. يعني احنا بكل صراحة الكوستينغ ما عندناش دراية به جيدا، يعني سعر من منطقة لمنطقة يختلف، من بلد لبلد يختلف، لكن لابد أن نتحكم في الأسعار. يعني شفنا هو الشماعة لتضخيم الفواتير بالطبع، لأنه علاش؟ يعني احنا نقول لك لو نعملوا في البلديات فقط، يعني حسب
خبره لو نعرف في البلديات هذا الامر هذا راح نربحوا 70% من الاموال التي كانت تروح على اليمين الشمالي، لانه هذه الاموال زايده شكون ياخذها؟ ياخذوها هذا الناس، ياخذوها بطرق غير شرعيه بالطبع بتضخيم الفواتير وباعطاء المزايا الى اشخاص الذين لا يستحقونها، وبالطبع اذا كانت فيه ميزانيه كبرى فهذه راح تشوفي يعني تذوب مثل الشمعه لكن ما تعطيكش نتيجه. اذا فلا بد يكون في تنظيم محكم، تنظيم محكم في الامور هذه. بالطبع هي قضيه مانجمنت، قضيه تسيير، ما نقولوش اداره اداريه، انما مانجيريا يعني تسيير اداري. نعم. المتطور، وهذا يسمح لنا ان نمشي الى الامام. لما تروحي مثلا اوروبا تشوفي البلديات كيفاش يعملوا، كيفاش يعطوا الصفقات الامور نتاعهم، كيفاش يعملوا الشؤون الاجتماعيه. كل صحيح ربما فيه بعض يعني ربما بعض التجاوزات لكنها ضئيله جدا بمقارنه بالجزائر. احنا نقول بكل صراحه اموال كبيره ضخت من الشفاء وكانوا وزراء وكانوا يعني والاثر غير موجود يعني بالطبع ويروحوا كل ولايه عندك 500 مليار، عندك 1000 مليار، عندك 2000 مليار، عندك كذا. لكن في ارض الواقع بالطبع لا لا الاموال راحت بكل صراحه، لكن لما تشوفي البلديه ما زالت في عزله، مرض قذر موجوده بكثره، الشعب لم يستفيد كثير. اذا فهذا سوء تسيير الاموال هذه. اذا فلابد يكون مشروع جيد، الاموال تسير جيدا وكل واحد ياخذ حقه. اذا فهذه تتطلب يعني كما تكلمت كنزيما عاود نكلمك انه تتطلب هيئه خاصه بالصفقات هذه انها ترافق هيئه استشاريه نسميوها ترافق صفقات وترافق دفتر الشروط وغيرها، وكذلك الكوستينغ يعني يعني هيئه كذلك تكون تابعه لها بعد لهذه الهيئه تعرف يعني الاسعار تاع كل حاجه يعني كل يعني مشروع الانجاز نتاعو. سأعود إلى هذا التوسع الهيكلي الذي تحدث عنه الدكتور فريد بن يحيى. بالأمس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أفرد حيز هام لمكافحة الفساد. ما هي الإجراءات الكفيلة بوضع حد ولا نقول نهائي يعني شبه نهائي للممارسات التي شوهت الدولة ونالت من نزاهة الإطارات مثل ما عبر عنه في عديد من المناسبات السابقة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون؟ هي بالطبع تكلمت لك انه فيه تكون فيه شفافيه وتكون هيئات مراقبه، لانه الان كما يقولوا بالمثل الشعبي يقول لك المال السايب ما عندوش يعني بالطبع. اذا فلابد ان الدوله تكون تراقب الاموال نتاعها. بالطبع كاين فيه هيئات ربما تكون فيه مديريه عامه للمفتشيه عامه كما تكلم عليها رئيس الجمهوريه، هذه ممكن انها تعمل، وهذه الهيئات ممكن انهم يكونوا الهيئة تاع الكوستينغ وغيرها تكون في تابعة لهم يعني في الأمر هذا. بالطبع لما يكونوا في مش سيكون من وجهة نظرك عمل هذه الهيئة؟ الهيئة هذه مفتشيات المفتشية هذه بالطبع هي قبل ما نعمل مفتشية لابد أن تكون فيها ربما هيئة أو مديرية عامة تابعة لرئاسة الحكومة أنها تعمل على اجراءات يعني تقول لك مالي بروسيدور، يعني ما نقدرش الانسان ما عطاوش الاجراءات الواضحه ومن بعد نحوسوا نطبقوا عليه القانون، لا تكون اجراءات واضحه وسهله كذلك التطبيق، لانه لابد انه لا صعب كثير على المسؤولين تاعنا يعني كثير من القوانين كثير من الاجراءات حتى تصعب عليه اداء المهام. بالطبع تكون امور سهله وتكون فيها شفافيه. بالنسبه للمفتشيه هذه لما تكون فيها ربما بعض الامور فيها شكوك يعني بالنسبه لصفقات معينه او ربما حتى عدم تطبيق برنامج او ربما كان اشخاص ربما يحبوا يحطموا او ربما في مسؤولين ما عندهمش الكفاءه يعني هو لما يجي المفتش هذاك مع المجموعه يعرفوا قال هل هي الهروب الى الامام او خوف يعني من المحاسبه او ربما عدم كفاءه او يعني يشوفوا ويحاولوا يحاولوا كيفاش يحلوا هذا التشخيص بالطبع وبالطبع يعطيوا القرار نتاعهم لرئيس الجمهوريه وهو يتخذ الاجراءات في الامر هذا. لانه نقول بكل صراحه العنصر البشري يلعب دور كبير، لما تكون الكفاءه في العنصر البشري يقدر يتخذ قرارات، يعرف كيفاش ياخذ القرارات نتاعو، يعرف كيفاش ينجح، يعرف كيفاش يستعمل الاموال، لانه العنصر البشري بالنسبه لي هو القاعده الاساسيه لكل هذه الامور. اذا كان العنصر البشري اللي ما توفرش فيه الكفاءه، ما توفرش فيه النزاهه، ما توفرش فيه الشفافيه، وما عندوش هذاك حب الايمان تاعو تاع الوطن تاعو تاع بلاده باش بعيد ما ينجحش. اذا فلابد من حسن اختيار الرجال يقوموا بالمهام نتاعهم. نعم. نص مجلس الوزراء بالامس على تحديد شروط جديده ودقيقه للاعلان عن الصفقات
والمناقصات على الجرائد، وهذا من أجل الوصول إلى تبني الشفافية التي تحدثت عنها منذ قليل، واحترام القانون في جميع الصفقات الاقتصادية، مع إحداث مناخ اقتصادي يتميز خاصة بقواعد القانون والمنافسة الشريفة. كيف يمكن تحقيق ذلك يا دكتور؟ المشكل الآن كرة في مرمى الإدارة أم في مرمى التشريع؟ هي بالطبع هي فيها أول أمر يعني يتقاسموا المسؤوليات. بالطبع المشرع لابد أن يوضع قوانين التي يستطيع المنفذ أن ينفذها، لا تكون قوانين اللي صعبة التطبيق أو ربما قانون يلغي قانون آخر بالطبع يكون أصعب منه. إذن فبالطبع لما نتكلم عن الشفافية هذه والتحكم في المشاريع، يعني لما نعمل دراسة يعني جيدة، احنا شفنا كثير من المشاريع انطلقت بدراسات بدائية، فبالطبع لهنا راح تكون مفاجآت كبيرة بالنسبة للأمور التقنية في الإنجاز، الملحقات اللي راح تكون، ارتفاع يعني حجم الأموال بالطبع باش نكمل المشروع، وبالطبع هذا راح يشكل يعني مشاكل كبيرة للدولة. وحتى هذه الدراسات كانت أسندت إلى مكاتب دراسات في الخارج يعني أغلبها. بالطبع لما تكون مكاتب دراسات في الخارج لابد أنه حتى من مكاتب الدراسات في الخارج لابد أنه نكون حذرين. لماذا حذرين؟ لانه لما يكون مكتب دراسات في الخارج الهدف نتاعو مش يعمل لك المشروع فقط، هو يعمل لك المشروع نتاعك والدراسه نتاعك، لكن يخدم شركات كبيره، لانه يعمل لك دفتر دراسه باش انت تعملي دفتر شروط نتاعك او تعملي العقود نتاعك حسب الدراسات نتاعو. يعني توجيه مسبق او تقييم. توجيه مسبق بالطبع. لما نهزو مثلا شركات اللي تعمل لك مصفات في البترول او في الغاز او ربما شركة في ميادين اخرى تقنية، فبالطبع يخليك يشوف بلي الامور التقنيات او ربما انجازات من صعب جدا انك تنجها في الجزائر، يعني من طرف شركات وطنية. اذا فيوجهك هو للخارج على انك تشتري من هذيك الشركات، يعني يخدم الشركات نتاعو لما يعمل مشروع، وهذا لاحظنا كثير خاصة في شركة كورية. الكورية انها تعمل الامر هذا، وكثير حتى في روسيا وغيرها من الامور. اذا فتبقى دائما مدانة تابعة لها. اذا فلهنا لابد ان نكون حذرين. لما نعمل دور دفتر الشروط نتاعي باش نختار مكتب الدراسات، قال لابد انه الانجاز يكون 60-70% بالشركات الوطنية. يعني كل الشركات الوطنية تعمل في الانجاز هذا، ربما كانت تقنيات نجيبها من الخارج معليش، لكن باش نجيب تقريبا 70-80% كل الامور من الخارج، فهذا ما يطورش التكنولوجيا في الجزائر وما يخليش الشركات القطاع الخاص القطاع العام يتطور. اذا فهنا لابد ان نكون حذرين من مكاتب الدراسات، وكذلك علينا ان نشجع مكاتب الدراسات الجزائريه، نعطيهم الفرص انهم يعملوا سواء كانت في الدراسات في الهندسه. هي ادرى بالبيئه ايضا. بالطبع تعرف البيئه، وحتى نتركهم هما كذلك ربما انهم يجيبوا بعض الخبراء، يعني مثلا الشركة الوطنية في الهندسة أو ربما في ميدان معين تعمل تقدر تجلب بعض الإطارات من الخارج وتكون التكلفة أقل، السعر يكون أقل، لكن لما تجيب مكتب دراسات من الخارج كلي فبالطبع الأسعار راح تكون كبيرة. إذا فلابد أن نكون حذرين في النقطة هذه. نقطة أخرى كذلك مهمة، الجزائر ضيعنا في السنوات السبعينات والثمانينات كانوا عندنا كثير من الكفاءات الهندسية الانجينيرين كان موجود، إذن فلابد الآن من إعادة بناء هذه الشركات أو بناء يعني في المؤسسات لا الهندسية في كل الأمور. يعني لما نعمل مشروع مثلا حاب نعمل مصفات، عندك لازم تكون عندك 1000 مهندس يعني مختص في الهندسة المدنية اللي في الإسمنت المسلح في التكنولوجيا، لأنه علاش الدراسة هي الأساس، الباقي تبقى خردوات كما نقول كانكيري. اذا ما عندكش، احنا شفنا الدول اللي قاعده تطور كما تركيا وكما ايران وكما ماليزيا كما سنغافوره، الهدف نتاعهم هنا سي الانجينيرينغ، هذا هو اللي نديرو. احنا في الجزائر ضيعناه، رغم انه الان الحمد لله عملنا كثير من عندنا كثير من الجامعات نتاعنا اللي تكون اطارات كذلك المدارس العليا في المتخصص التقنيه. اذا فلابد انه نستثمر في العنصر الهندسي هذا، يعني المهندسين نتاعنا لابد نكونهم من الفنيين نتاعنا على انهم يكونوا هم اللي يقوموا بالدراسات هذه، ولما يقوم مشروع اول ثاني ثالث صبح عنده خبره وبالطبع ينجحوا. وبالطبع لابد انك تعطيهم الاموال اللازمه باش يكونوا تحافظ عليهم ما يروحوش للخارج بعد سنوات من تكملة الحكومة. نعود للشروط الجديدة في الصفقات والمناقصات دكتور، ماذا يعني، ماذا يقصد بها شروط جديدة في المناقصات وفي الإعلان عن الصفقات والمناقصات؟
هي بالطبع نظن حسب اعتقاد نتاعي انها حتكون في شرفي اكثر. لقلاقلي معناتها يروح؟ لا لا ما نقدرش نحل لقلاقلي، لانه علاش كان ظروف لقلاقلي مش معناتها ممنوع. يعني لما تكون عندك يعني امور خاصه او ربما استعجالات او ربما ما فيش شركه اللي تقوم بالتعامل المناقصه الاولى ما يخش على ولا واحد تقول ابل انا في دابل دوفر فريكتور تعامل المره الثانيه ما تبقاش تنتظري. إذن في الجزائر محتاجة إحنا، المهم ما تكونش فيه رشوة، ما تكونش فيه يعني محسوبية، ما تكونش فيه أمور. الشركة اللي تستاهل المشروع وتعملوا يعني في الأجال نتاعو بالنوعية الجيدة وتاخذ أموال تاعها فبالطبع أهلا وسهلا. إذن مش معناتها أنه يعني الصفقات المباشرة كنا بالو كيلا كيلا قلنا منعوها، لا نخليوه لكن في ظروف معينة يعني ما تكونش يعني هي الأمر اللي نستعملوه ديما. يعني شركة عندها مثلا خلوها طالبة استعجالية استعجالية وكذلك ربما إذا ما كانش يعني موجودين الشركة إذن وكذلك ربما الدولة كذلك كرئيس الجمهورية وزير الأول يسكن أبل لا ريزون ديتا. يعني غدوة الجزائر معناتها عندها ثلاثة أربع مشاريع كبرى، أنه رئيس الجمهورية يقدر يتخذ قرار أنه يعطي المشروع هذاك ربما دولة من الدول على انها تساعد الجزائر ربما في ميدان معين، مواقف سياسيه او مواقف عسكريه امنيه او في امور هذه تجرى، هذه الامور موجوده يعني في العالم. لكن المهم ما تكونش فيه يعني يعني ما تكونش فيه يعني اموال يعني مهربه من طرف. لكن احسن شيء احسن شيء هو ان تكون مناقصات واضحه المعالم، دراسات موجوده شفافيه يعني لهنا باش تكون الامور وكل. وكذلك الحاجه اللي مهمه جدا هو لو تايمينغ، يعني الوقت، يعني ما بين الفكره وانجاز المشروع لابد ما نكونوش اكثر من 6 شهور ولا او سنه. يعني احنا كثير في المشاريع تاعنا سنوات يبقى باش نعمل ولا دفتر عباس سنوات باش نعملوا الدراسه سنة. اذا لابد من نظن ان الاوان ان نعملوا وزاره يعني تكون ذات سياده كبرى، يعني في المينيستر ديتا وزير الدوله مكلف بالتخطيط، يعني باش التخطيط الاستراتيجي يعني هو اللي يخطط، يكون مع يعني هيئات الداخل يخططوا باش ينفذوا المشاريع. لانه يعني كل دوله لابد باش تنجح انك كل سنه تبعتي 5000 بالطبع 10000 5000 7000 مشروع تكونوا مهيئين باش تنجحهم. اذا ما عندكش التخطيط هذا وما عندكش الدراسه تاع المشروع، كما 2022 نقولوا سنه راح نعملوا ان شاء الله سنه اقتصاد بامتياز، لكن اين هي المشاريع؟ اين هي الدراسات؟ وحتى هنا رأي الوزير الاول الوزير الماليه سيد ايمن بن عبد الرحمن تحدث عن الازدواجيه في المشاريع او التوجه الى مشاريع على حساب مشاريع اخرى، بعض الولايات فيها اكثر من مشروع في نفس القطاع المستهدف. لا معليش الان معناتها ما كانش فيه تخطيط، ما كانش فيه تخطيط معناتها انا كعرف مشروع مثلا في قطاع المياه نلقى ثلاث اربع مشاريع في نفس الشيء. نعم يعني معناتها ما كانش دراسه، اللي يجي المسؤول يعمل. اذا لما تكون عندك تخطيط استراتيجي كان بالطبع سكون بالي بلون سيكتوريال انتر سيكتوريال يكون في قطاعات موجوده في عده ميادين، الا هنا نقدروا نعمل. كان المشاريع البلديه، كان المشاريع نتاع الولايه، كان المشاريع الوطنيه. اذا حسب هنا لابد من التكييف، لكن بدون تخطيط بكل صراحه نضيعوا الاموال نضيعوا الوقت وما نعرفوش وين نرايح والثمار لا تظهر. نعم بالطبع. رئيس الجمهوريه ايضا الدكتور بن يحيى، عفوا نجري من لانه الوقت يجري، امر باستحداث هيئه جديده للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين بلا استثناء من خلال اجراءات قانونيه صارمه لمحاربه الفساد عملا بمبدا من اين لك هذا؟ هذا السؤال تكرر كثيرا يطرحه كثيرا الجزائريين. ايضا هل التوسع الهيكلي في الهيئات هو تصحيح لخلل بنيوي دكتور؟ شوف احنا بالنسبه لنا نقول بكل صراحه لما نشوفوا الهيئات الدوليه لانه فيه لابد ان نكونوا حذرين في النقطه هذه. كان في بعض الدول عملوا هذا القرار يعني بما يسمى بالسين دو ريشاس اكستيريور، يعني ظواهر الغناء الخارجي. يعني الانسان غدوه مثلا يشتري سياره فخمه غاليه كثير يعني بالملايير، او يشتري فندق كبير، او يشتري امور كذا. بالطبع الضرائب في البلد هذاك يعملوا مفتشيها وقال من اين لك هذا، لكن هما واش عندهم؟ عندهم البرمجيات. يعني البرمجيات مثلا في فرنسا نهزوها مثلا او في المانيا في غير مدن، تلقى المواطن الواحد مواطن ماشي مسؤول، مواطن عنده اكثر من 680 او ربما 650 صفحه يعني مراقبه. يعني حتى اذا راح مثلا نزل نوتيل في معين قال مثلا قعد فيه شهرين 3 شهور 6 شهور
او ربما راح دار امور قال صرف مده معينه يعرفوا الاموال هذه من خرج. اذا فلابد الان نعمل البرمجيات، يعني لما نعمل برمجيات كل واحد شحال عنده الاموال نتاعو، هنا نقدروا نهزوا القرار نتاعنا. قال الانسان من يشاهد الاموال، لانه اغلبيه الناس يتهرب من الاموال، اغلبيه اللي يسرقوا او ربما يدوز كون ابير بلونشيمون دارجون، تهريب تربيط الاموال، تروحي باسمه ما تلقاي والو، كل شيء باسم الناس اخرين او مهربين الاموال تاعهم من الخارج. اذا فلهذا لابد كي تكون الهيئه هذه نبداوها بالعقل، يعني نبناوها على قواعد سليمه، يعني ما نسترعوش قال عمر لي ورقه واش عندك واش ما عندك، لا لا مش هذه هي، لابد نبنيوها على اساس صحاح ونطلعوا تدريجيا حتى تصب على الشفيع ككل بالنسبه لكل جزائري، ليس الا المسؤول، لانه قادر واحد مش مسؤول لكن اللي عنده ملايير، يعني ما فاهم. اذا فلابد ان هنا تكون امور واضحه، الامر هذا تكون عندنا دي لوجيسيال انتيليجون، تكون عندنا برنامج تاع النيميريك تاع الرقمنه، تكون امور واضحه، الانسان لما نعرف الشيء اللي تباع والشيء اللي شرى، يعني في الدوله ككل، يعني تعرف شحال سياره تباع، شحال المنزل تباع، شحال، يعني ما نقدرش نراقب الجزائريين ككل، يعني نشوف يعني المؤشرات اللي تاع امور كبيره، مش واحد شرى كيما يقولوا حاش مال سنتيم ولا 100 مليار ولا 2 مليار نبقى نعس فيهم، لا نعس الاموال الكبيره خاصه، وبالطبع نهبط بالعقل. يعني ربما كان ربما بعض الاشخاص نراقبوه في بعض الامور، لكن تكون الهيئه هذه لابد انها نكونها ببرمجيات وتكون عندها الكفاءه اللازمه باش تراقب هذا. هل هذا الاجراء كفيل بالقضاء بعجله فقط على الفساد في ظل من يتساءل عن جدوى وجود هيئات ممثله؟ اخر سؤال باختصار. بالطبع هي باش تقضي عليه نهائيا فهذا يعني مستحيل في الوقت الحالي، لكن لما توضعي رقابات لأن هناك أكور دو كونت مجلس المحاسبة بالطبع حتقسي يعني تقسي شيء كثير، يعني بالطبع مثلا البنك محروس يعني بالكاميرات وفي يفتحوا فيه، وكان بنك غير محروس، إذا فلابد تكون فيه إجراءات وقائية، وهذه الأمور لما تكون إجراءات واضحة وفيه بالطبع التخطيط وفيه يعني هيئات تاع الرقابة بالطبع راح تنقص كثير، تكون فيه ربما بعض الأمور، لكن ليس في الوقت السابق كانت أمور يعني منتهجة بفضوحة كثير. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فريد يحيى خبير الاقتصادي على كل هذه الإجراءات، فرص أخرى بإذن الله. شكرا لك. شكرا مستمعينا، إلى اللقاء.